لمن يعاني من مشكلة القمل، نحن اليوم نضع الحل بين يديك ونقدم لك آخر ما أكدته الدراسات العلمية حول علاج القمل والتخلص منه نهائياً. وفي المقام الأول، كيف تعرف إصابة ابنك بالقمل في اللحظات الأولى للإصابة، أي قبل انتشاره في الرأس؟ أنت بحاجة لتعرف معنا كيفية القضاء على بيض القمل قبل أن يفقس، وأسهل طرق قتل القمل الذي يتشبث بكل قوته في فروة الرأس ويمتص الدم، ولكنه بهذه الطرق التي سنتعرف عليها في هذا الفيديو من معرفة وأكثر سيكون ضعيفاً ولن يستطيع المقاومة. هيا بنا نتعرف على التفاصيل مع صديقنا أحمد. شكرا لصديقتنا ريم. دعونا نخبركم أن هناك ثلاثة أنواع من القمل تصيب البشر: قمل الجسم، وقمل الرأس، وقمل العانة. ويختلف القمل الموجود في الجسم عن القمل الموجود على الرأس أو في منطقة العانة، وقمل الجسم موجود فقط على جسم البشر، وتنتشر العدوى بشكل عام عن طريق الاتصال الوثيق مع أشخاص آخرين، وتوجد عادة في مناطق مزدحمة وتفتقر إلى النظافة. الأعراض التي يجب أن تنتبه لها والتي تخبرك أن هناك قمل في رأسك أو في رأس طفلك: الشعور بحكة قوية في جميع أنحاء الرأس تعتبر من أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالقمل، وظهور بعض النتوءات أو الندبات الصغيرة في فروة الرأس التي تظهر نتيجة مص الحشرة للدم في فروة الرأس. في بعض الأحيان يمكن الشعور بحركة القمل، ويحدث ذلك عندما تزداد أعداد الحشرات في الرأس. إنه من الصعب رؤية قمل الرأس حتى وإن تم فحص رأس الطفل بعناية، فإذا كنت تعتقدين كأم أن ابنك مصاب بقمل الرأس، قومي بالتالي سريعاً: افحص الشعر جيداً، وخصوصاً منطقة الشعر خلف الأذن وأسفل الرأس. إذا لم تستطيع رؤية قمل الشعر، مشطي شعر طفلك بمشط دقيق، مشط القمل، وهي أسهل وسيلة لرؤية قمل الشعر إذا تم تمشيط الشعر على ورق أو قماش ناصع البياض. ماذا عن أعراض قمل الجسم؟ إذا شعرت بالتالي فربما تعاني من قمل الجسم: الحكة الشديدة، الطفح الجلدي الناجم عن رد فعل تحسسي للدغات قمل الجسم، نتوءات حمراء على الجلد، جلد سميك أو غامق يتواجد عادة بالقرب من الخصر أو الفخذ إذا كان القمل موجودا هناك لفترات طويلة. ما هي أعراض إصابتك بقمل العانة؟ الأشخاص الذين يعانون من قمل العانة غالبا ما يعانون من الحكة في منطقة الأعضاء التناسلية أو الشرج بعد 5 أيام من الإصابة الأولية، وتصبح الحكة في الليل أكثر كثافة. وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لقمل العانة ما يلي: حمى منخفضة، التهيج، ونقص الطاقة، وبقع مزرقة شاحبة بالقرب من اللدغات. انتبه، الحكة المفرطة قد تسبب الجروح أو العدوى في المناطق المصابة. هل تعلم ما هي رحلة حياة قمل الرأس إذا ما أصابك أو أصاب طفلك؟ ضروري أن تعرف أن الأنثى تضع بيضها داخل أكياس تلتصق بالشعر، ثم يفقس البيض بعد 7 إلى 10 أيام، وبعد 10 أيام إلى 14 يوم آخر تصبح هذه الحشرة الجديدة قادرة على وضع بيض جديد. هل تتخيلون ذلك؟ تنتقل هذه الحشرات عن طريق الزحف من رأس إلى أخرى في حين تقاربهما، وخصوصا بين الأطفال في المدرسة، حيث أن هذه الحشرات لا تستطيع القفز أو الطيران. الشيء المهم الذي ننتظره جميعا: خطوات علاج القمل. أول خطوة هي غسل كل متعلقات المصاب من ملابس وفراش ووسادة بالماء المغلي قبل البدء بالعلاج فور اكتشاف وجود القمل. هل هناك طرق منزلية لعلاج القمل؟ دعونا ننقل لكم بعض الطرق المنزلية التي تحدث عنها أصحاب تجربة وقالوا أنها أثبتت فعاليتها. أول شيء، المايونيز. يقال أن له قدرة فعالة في القضاء على قمل الشعر،
يمكن تغطية الشعر بكمية مناسبة من المايونيز، ثم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي واتركوه لمدة 5 ساعات، ثم يغسل الشعر بالشامبو ويكرر ذلك مرة في الأسبوع لمدة 2 شهر. البصل. يحتوي البصل على نسبة كبيرة من الكبريت التي تعمل على القضاء على حشرات الرأس. كيف يمكن استخدام البصل للتخلص من القمل؟ قومي بفرم 5 بصلات، ثم استخرجي منهم عصير البصل وضعيه على الشعر مع تغطيته بكيس بلاستيك لمدة 2 ساعة، ثم يمكن غسل الشعر بالشامبو وتكرر هذه الطريقة لمدة 3 أيام متتالية، ثم بعد ذلك مرة كل أسبوع حتى يتم القضاء على القمل. ويمكن أن تستخدم هذه الوصفة للوقاية من القمل. الليمون والزنجبيل. هذه من الوصفات الفعالة لعلاج القمل. فقط يمكن القيام بخلط عصير الليمون مع الزنجبيل، ثم وضعه على فروة الرأس لمدة 1/2 ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو، ويمكن تكرار ذلك حتى يتم القضاء على القمل. علاج القمل بالخل. وفقا لبعض الآراء، فإن الخل الأبيض لا يقتل قمل الرأس، ولكنه قد يجعل من الصعب عليه أن يتنفس، وقد يعمل أيضا على تسهيل إزالته، فهو يسهل إزالة البيض من الرأس عن طريق التمشيط بمشط ذو مسافات ضيقة جدا بين الأسنان، بحيث لا تسمح للبيض بالإفلات من بينها. لا ينبغي الاعتماد على الخل وحده في العلاج، ولكن يجب استخدام إحدى الأدوية أو الشامبوهات المخصصة لعلاج القمل، وذلك بعد وصفة من الطبيب. ويجب الحذر الشديد عند العلاج الخاص بالأطفال أو الرضع، كما يمكن استخدام بعض المكونات الطبيعية الأخرى مع الخل مثل زيت الزيتون لزيادة كفاءة العلاج. ما هو علاج قمل العانة؟ علاج قمل العانة الأساسي هو النظافة الشخصية ونظافة الملابس، ويمكن استخدام المستحضرات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والشامبو لإزالة قمل العانة من الجسم. وتتضمن هذه العلاجات مستحضرات البيراميثين، ويجب سؤال الطبيب عن المنتجات الآمنة للاستخدام في حالة الحمل والرضاعة أو في حالة معالجة رضيع مصاب بقمل العانة. قد يستلزم علاج قمل العانة غسل شعر العانة إذا كانت الإصابة خفيفة، ولكن يكون الدواء الطبي ضروريا أيضا إذا لم تنجح الحلول الموضعية. وحتى بعد العلاج الناجح قد يتشبث عدد قليل من بيض القمل العنيد بالشعر، لذا يجب إزالة أي بقايا متبقية باستخدام الملاقط. العلاجات المنزلية مثل الحلاقة والحمامات الساخنة ليست فعالة في علاج قمل العانة، فيمكن لقمل العانة بسهولة البقاء على قيد الحياة بعد استخدام الصابون العادي والماء. ماذا عن علاج قمل الجسم؟ يتم علاج إصابة قمل الجسم عادة من خلال تحسين النظافة الشخصية والحرص على لبس ملابس نظيفة ومغسولة، ويجب غسل جميع الملابس والمناشف التي يستخدمها الشخص المصاب بالماء الساخن، ثم تجفيفها في جهاز به هواء ساخن. يمكن استخدام بعض الأدوية التي تقتل القمل لعلاج قمل الجسم، ولكن لا يكون ذلك ضروريا في الغالب إذا تم غسل الملابس والحفاظ على النظافة الشخصية، وقد تكون منتجات قتل القمل سامة للبشر، لذا تأكد من اتباع التعليمات بعناية. موانع استخدام مبيد القمل أثناء فترة الحمل والرضاعة، الأطفال صغار السن أو الرضع تحت عمر 6 شهور، ومن يعاني من الحساسية أو الربو. انتبه، يجب فحص الشعر كل 2 إلى 3 أسابيع للوقاية، الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الشعر باستمرار لتجنب الإصابة، تغيير الملابس يوميا حيث أن القمل يعيش على الملابس المتسيخة، والحرص على غسل الملابس بالماء الساخن للقضاء على القمل. إذا كان لديك أي تساؤلات عن استعمال علاج القمل راجع الطبيب أيضا، فصحيح أن العلاج متوفر بالصيدليات، لكن له طريقة استعمال محددة للحصول على النتيجة المطلوبة. نتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إذا كنت مشاهد جديد ندعوك للاشتراك معنا في القناة لمتابعة كل ما هو جديد ومفيد، وإذا كنت من متابعينا الأعزاء ندعوك لمشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. إلى اللقاء.